معي عبر الهاتف من بغداد دكتور اللواء الركن عماد علو الخبير الشؤون العسكرية والاستراتيجية. مساء الخير، أهلا بك معنا سيادة اللواء. إذا لخصنا تقريبا خسائر داعش خلال المعركة معكم، ماذا بعد المعركة؟ عن أي مخلفات نتحدث؟ تحية لكم ولمشاهديكم الكرام. أهلا وسهلا. بعد المعركة لا تزال هناك بعض الجيوب التي يتم متابعتها وتطهيرها وتفتيش المنازل المدمرة، حيث تتسم مدينة الموصل القديمة خاصة بوجود الكثير من السراديب أو الغرف التحت أرضية قد يختبئ بها بعض الدواعش ويحتجزون بعض العوائل، هذا لا بد من تفتيشه. أيضا التفتيش عن الدور المفخخة والعبوات الناسفة، إضافة إلى يعني فتح الطرق المغلقة بأكوام الركام. كل هذه العمليات تقوم بها الهندسة العسكرية وأيضا قوات خاصة من جهاز مكافحة الإرهاب وقيادة شرطة نينوى، تمهيدا لإدخال الجهد المدني الخدمي لإعادة البنى التحتية. نعم. هل ممكن أن نقف أكثر على العمل كيف سيتم على الأرض؟ هذه العناوين طبعا سيادة اللواء، ولكن كيف سيتم بداية التحديات؟ هل من أرقام ولو كانت تقريبية، يعني عن أي كم من المفخخات والألغام متوقع أن تجدوها، وكيف سيتم التعاون وتقسيم المهام؟ يعني لا يمكن تحديد أعداد محددة من المفخخات أو الدور المفخخة أو العبوات الناسفة التي يمكن العثور عليها، لأن داعش الإرهابي قام بتفخيخ كل ما يستطيع تفخيخه خاصة في الأزقة والطرق الضيقة في المدينة القديمة. أيضا قام بتفخيخ الدور ونصب الفخاخ والشراك التي يمكن أن تؤثر على المدنيين في حالة عودتهم، أو على الفرق التي تقوم بالتفتيش عن هذه المتفجرات والمقذوفات النارية. لا ننسى أن هناك العديد من المقذوفات النارية التي قد لا تكون قد انفجرت جراء التبادل القصف المدفعي والقصف الجوي، أيضا هذا لا بد أن ترفع حتى لا تكون سببا في احداث اضرار للمدنيين في حاله عودتهم. الجهد يقسم وهناك خطط واجتماعات مستمره بين الحكومه المحليه وبين قياده قوات قادمون الى نينوى لتنسيق الجهود. القياده العسكريه ارسلت وجهت أمس، لا أعرف إن كان تم الإرسال، في تعزيزات عسكرية 3 أفواج من الرد السريع للالتحاق بقوات جهاز مكافحة الإرهاب للقضاء على جيوب داعش المتبقية. هناك تعزيزات طبعا، لأنه لا بد من إعادة تموضع القوات التي قاتلت والتي حررت المدينة، وستلتحق قوات جديدة لاستكمال ما تبقى من عملية التطهير والتفتيش داخل المدينة، ليس فقط في المدينة القديمة وإنما في كل الساحل الأيمن، لأنه قد تسلل بعض الدواعش أيضا إلى بعض المنازل أو بعض المحلات، وهذا لابد من التأكد من عنده بشكل دقيق حتى يسمح بعودة الجهد المدني والنازحين من سكان الساحل الأيمن إلى مناطقهم دون احتمالية تعرضهم ل اي اضرار او اي خسائر من جراء بقاء هؤلاء داخل بعض المخابر وبعض السراج. واضح. شكرا دكتور لواء الركن عماد علو الخبير شؤون العسكريه والاستراتيجيه، كنت معنا من بغداد.